ليكي ها مو ما تفتحي لي الباب لانه يعني انا بنت ليل. لا اوعى بزعل منك كثير. ها التنمر على مهن العالم شغل كثير بشعب هالي. ليكي باوروبا عم يحاربوا التنمر بكل اشكاله حاليا، حتى بشراسه اكثر مما الدوله عم تحارب الفساد فيها عنا. سلام يا حلوه، رجعت لك. اه ما بطول. افتحوا افتحوا. نهى انت ليش كل هالقد منيحه معي؟ على فكره مو انا اللي عم ساعدك، انت اللي عم تساعديني. بشو بقى؟ ليكي انا وكنانة وزينة ومي ورنود رفيقتنا بكره بس تجي بعرفك عليها، نمشي بالشارع مثل العين المعموره، بس نطلع بالسيرفيس ما فينا نحكي حديث طبيعي لانه بنكون نحن حديث السيرفيس كله غالبا. هون بالبيت نسينا كيف العالم عايشه برا. شو كنا نحلم نحكي ايام زمان. المساجين ليش بيحبوا العالم الجديده اللي بتفوت على الزنزانه؟ لانه بتكون متعمشقه فيهم ريحه برا. انا هيك شامه فيكي ريحه ايام زمان، ايام الجامعه كان عندي شله طويله عريضه، كنا نفوت ونطلع، كنا نرشد للامتحانات وناخذ المحاضرات من بعضنا. كانت ايام كثير حلوه. طب انت ليش ما عاد شفتي حدا فيهم؟ ولك خشيمه لانه بيخجلوا فيني. وانت كمان بكره بس تصالحتي مع اهلك او صار عندك رفقات جداد رح تصيري تخجلي فيني. لأنه نحن هيك حياتنا، ما عندنا رفقات. هي أنت ولا حقيرة؟ إيه أنا. لو كنت دائما كنتوا فتحتوا لي. شو مفكرة ما بعرف إنك أنت عندها؟ يلعن أبوكي كلبة، نقلعي من هون. روحي. طقمخة ما حدا بيقعد معها بالبيت. ايه بس يعني احنا بنات جامعيات ما خرجت تقعد معنا. فوتي فوتي فوتي. شو بدك؟ فيك تقولي جاية طالب إيدك بالحلال ومو بالحلال سوا. ليك خال أنا شايلة جلدة وسافقت على وشي، شو رأيك أعمل لك فضيحة مطنطنة بالحارة؟ وشو رأيك تضلي على جنب وأنا أتفاهم مع هالمخلوقة؟ ليكي وليه؟ هنن كلمتين ورد غطاهم. أبوكي شال قضية قتل أمك مشان شوية مصاري. خالك المصون لما سمع بالقصة راح حاصصه لأبوكي على المصاري. لهيك أنا ماني شايف وحدة أنسب منك بلا عيلة وبلا سند لحتى أتقدم وأطلب إيدها. تكبالي شغل عليكي، كنت بكرة الصبح رايحة أسأل عنكم. لك تخيلوا أنا اللي نفد أول واحد بيناتنا. معلت أبري قلبي، الحمد لله مرقت وطلعتي منها مثل الشعره من العجين وما خليتي هي العقربه تعلم عليكي. طيب وانتو شو صار معكم؟ نحن تعلم علينا ب 25 مليون. هلا نحن ليش قاعدين هون؟ ليش ما عم نفوت لجوا؟ هلا اذا فتنا لجوا وسكرنا الباب واجت رندا بدها تدق بتسمع هذيك الحماره كنانه، ما في داعي تجي تغبب على قلبنا. والله حرام عليكي انت الثانيه. هي قطع عمرها جاهله، نحن بنات متعلمات جامعيات، ايش اعمل اذا الفهم ما زارها؟ لك تحكي تحكي، كم اخذتي المصاري؟ شفت 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 ش
مصرياتك وين لها يلا؟ انا ما عم بحكي معك، انا عم بحكي مع الصبيه. والصبيه ما بدها، نحن نروح قلبنا نشوفك محكوم اعدام. انا حقي باخذه بالمحكمه. خذ زبالتك وانقلها لبرا. والله ما عم صدق انه انت اللي ضربتي. ليكي هلا هو زحط على الارض ووقع لحاله وضرب ايده، ولا انت اللي ضربتي؟ والله اذا انت يقبرني ربك. يارا حبيبتي، رندا بالمشفى وقع عليها زيت مغلي. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ ليلى تنطرك عن مفرق مطعم ايلول. جيبي تاكسي وجيبي معك مصاري وتعالي بسرعه. شو هالحكي هاد؟ باي مشفى انت وانا جاي؟ يارا رح يطلوكي، لا تجي يارا. شو عملتي حمار؟ انا مو هيك تفلس بيه. ثاني مرة يا الله. هي ثاني مرة يا الله، هي ثاني مرة يا الله، هي ثاني مرة يا الله. ليش رحتي بدالي؟ ليش متي بدالي؟ تستاهلي تعيشي، أما أنا ما بستاهل هاي العيشة. يا الله تاني مرة يا الله. نهى.